FM. الكلمة ليك. هل المصالحة ما يصلحش تو؟ لا الوضع الاجتماعي يلزموا أرضية، تقول أنت سامحة يلزموا أرضية ويلزموا تعديل ساعة، وهو في حد ذاته كذا في داخله في مضامينه في تطابقه مع ملائمته مع الدستور ومع عدالة انتقالية، في أيضا أهدافه، إذا مش أهدافه أنه باش نسرحوا الرجال الأعمال، يلزم أهدافه تفكيك المنظومة الفساد أولا، ثم بعد نعطوا بها هي نعطوا دفع للاقتصاد ونفع نعطوا دفع أو يعني أريحية للرجال العمل للعمل ولداري للعمل إلى غير ذلك. المهم جدا أنه شباب تونس اليوم يعرف اللي العدالة يمكن أن تطبق على الجميع. الكلمة ليك.